استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ملف الاستثمار البيئي والمناخي خلال عام 2023 وأكد الجهود التي بذلتها مصر في ملف تغير المناخ استكمالا لدورها الريادي بعد نجاح استضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض عدد من ملفات عمل وزارة البيئة، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التوصيات الصادرة عن لقاء الوزارة بعدد من الخبراء لمناقشة المسودة المقترحة لدراسة موجات الطقس الحارة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تولي الوزارة اهتماما كبيرا بدراسة موجات الطقس الحارة ونوبات تلوث الهواء وآلية التعامل معها وعلاقتها بالقطاعات التنموية المختلفة.